السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم. اليوم غتشوفوا معنا بداية ديال الحفر واحد البير، وهاد البير هذا غيحفروه جوج ديال الصوندات. الصوندة الاولى الخباطة، يعني الصوندة العادية، والثانية البريمة. شحال من واحد غادي يتسائل يقول كيفاش بير غيحفروه جوج ديال الصوندات؟ علاش اخوتي غيحفروه جوج؟ حيت هنايا كاين الارض فيها التراب والحجر، كاين التراب تقريبا ما بين 16 حتى 20 متر، اللي كاين انا غنهضر على هاد الارض بالضبط، ما نهضرش على شي بلاصه اخرى، كنهضر على هاد الارض هذه بالضبط. كاين ما بين 16 حتى 20 متر تتكون ديال التراب، ومن بعد منها كاين الحجر. شحال من واحد غيتسائل عاوتاني وغيقول علاش ما تحفر مثلا غير هاد الاولى تراب وحجر؟ فعلا هادو كيحفروا تراب وحجر، ولكن في شي بلايص اخرين. اما في هاد البلاصه هادي كاين واحد الحجر اللي هو صلب بزاف، ما كتاكلش فيه هاد العاديه هادي. بالتجريب البيار اللي حدا غادي ما كتاكلش، يعني مترو كيبقاو يحفروا فيه النهار كامل، سودي جبد هادي عاود حفر والو، يلاه كي حفروا مترو. وعاود تاني يقدر شي واحد يقوم ليه هكا تحفر غير الصوندة ديال البريمة، تا هي كتلقى العكس ديال هادي. في الحجر كتخدم مزيان، وفي التراب كتلقى مشاكل. شنو هما المشاكل اللي كتلقى؟ كيبقى يرجع عليه هذاك التراب والمزرار والرملة، وكيهبط عليه ملي كتبغي تنكس، بحال داك كتنكس والبير كيعراض وكيرجع داك الشيء على الاخر، المهم كيلقى واحد الصعوبة. لهذا تخضات هذه الفكره ديال تجي الاولى تخدم في التراب والثانيه تخدم في الحجر. هذه كتجي تخدم في التراب اريحيه، وكتهبط القادوس ديال الحديد وكتريقلو، ميم حتى تخلي البير مخدوم بطريقه مزيانه ومرتاحه في التراب. صافي كتجي البريمه عاوتاني ملي تتلقى الحجر، هذاك هو المبتغى ديالها، تيعجبها الحجر تخدم فيه، تخدم حسن من تخدم في التراب. المهم اللي غادي نقول لكم هنا، هذا البير هذا دابا في هذه اللحظه دي تحفرت فيه 12 متر، واللي طلقات فيه ديال التراب 20 متر، واللي هبطوا فيه القادوس ديال الحديد 21 متر، يعني تقريبا شي متر ضربوه في ديك الحجره ديال الكاوكاو. حيت بدايه الحجر هنا في هذه الارض كاينه الكاوكاو هي البدايه، عاد من بعد كيتبدل الحجر، وكل مره كتبقى تخرج واحد الصفحه ديال شي نوع ديال الحجر. يعني تقدر مثلا تفوت واحد الصفحه ديال شي حجر قاص، حتى تلقى واحد مثلا واحد 10 متر ولا هذيك حجر رطب عاوتاني. المهم تبقى تبدل فيها الارض بالنسبه للحجر. اللي غنقول لكم هذا راه غير الجزء الاول، ان شاء الله الجزء الثاني غادي نوريكم الخدمه ديال البريمه وتشوفوا معنا النتيجه. واللي بغى شي تساؤل غنقدر نجاوب عليه في الجزء الثاني واولا في التعليق. المهم خليوا لي تعليق، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وما تنساوناش من لايك، وشكرا للجميع. المهم اللي بغيت نقول لكم، اللي غيحفر شي بير الله يسهل عليه، واللي تيحفر شي بير الله يسهل عليه، واللي ناوي عاد يحفر شي بير الله يسهل عليه، وشكرا لكم بزاف بزاف. Yeah.